السؤال الأول، ما رؤيتكم للتعاون الثنائي في كل من مصر والهند؟ أقول أن دولتينا تمثلان حضارتين قديمتين ذات ثراء في تقاليدها، كلانا دولتين كبيرتين وقويتين وعظيمتين، ولهذا فإن مسؤولياتنا متشابهة، ولهذا أرغب أن تكون مصر والهند قوتين إيجابيتين في مجال الأمن والتنمية في السياق الدولي والإقليمي. وقادتي متفائلون بمستوى التقدم الجاري إحرازه في العلاقات مع مصر، وكما قال رئيس الوزراء الهندي أن السماء هي حدودنا.